يعتبر ظاهرة واكتشاف هذه البطولة، يتلقى الهدف الأول في بورت إليزابيث من قبل اللاعب لوندو، اللاعب رأس أخضر يسجل ضد مرماه، ولكن في 9 دقائق يتغير الوضع. في الدقيقة 81 هدف اللاعب فرناندو فاريلا يعطي التعادل للرأس الأخضر، وحتى هذه اللحظة كان المنتخب المغربي لا زال مؤهلا. ولكن في الدقيقة 90 بالتحديد يتمكن اللاعب ألدون من إحراز الهدف الثاني، فوز الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد، ومروره لأول مرة من أول